يعد عمل الطواقم الطبية في مواجهة كورونا الأصعب حالياً، كما هو حال هذا الشاب العراقي الذي يعمل ضمن مستشفى الناصرية بجنوب العراق في رعاية مرضى كوفيد-19. لكن عمله لم يمنعه من ممارسة هوايته المفضلة المتمثلة بتحدي الجاذبية الأرضية، وهو فن يتمثل في التمكن من ضبط توازن الأشياء بتثبيتها فوق بعضها بعضا دون استخدام مواد لاصقة، ويتطلب ساعات تدريب طويلة وتركيزا عاليا جدا. بدأت موهبتي قبل 4 سنوات، شفت فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لفنان توازن، بدأت أسوي هذا الشيء بالبيت. بالبداية واجه الصعوبات، أول أشهر واجه الصعوبات بالتدريب والممارسة، بقيت أتدرب حوالي 6 ساعات باليوم تقريبا. أول عمل كان قارورات زجاجية طول عندي نصف ساعة. فن التوازن هو فيزياء بالأصل، بس أنت حتى لو عندك القاعدة الفيزيائية ما راح تستفاد شيء، ضروري التطبيق والممارسة. يمارس صالح هواية تحدي الجاذبية الأرضية منذ 4 سنوات، ويقول إنه الممارس الوحيد لهذا الفن في العراق، ويحلم بتمثيل بلاده في مسابقات دولية وتسجيل رقم قياسي وإدخال هذا النوع من الفنون إلى العراق.